أكدت دولة الكويت مواصلتها نقل المشاغل العربية من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي باعتبارها الصوت العربي المعبر لجميع العرب. جاء ذلك في كلمة لنائب وزير الخارجية خالد الجرالله أمام الدورة العادية 51 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، حيث أكد أن التحديات التي يواجهها العمل العربي المشترك تستوجب رص الصفوف وتوحيد المواقف، مشددا على أن الوضع اليوم يتطلب جهدا جماعيا لمواجهته ليعيد إلى عالمنا العربي أمنه واستقراره. وأكد نائب وزير الخارجية موقف الكويت الراسخ تجاه القضية الفلسطينية وسعيها من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن لإيجاد حل لها وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين.